السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. النهارده ان شاء الله معانا عطل في ماك بوك برو. خلونا كده نشوف الموديل بتاعه مع بعض. والموديل بتاعنا زي ما احنا شايفين كده ايه 19 90. تمام، طيب هنبتدي ان احنا نركب تيستر اليو اس بي. العطل بتاعنا مشكله في الباك لايت او مشكله في الاضاءه. طبعا هنركب الادابتور ده وتيستر اليو اس بي عشان نتاكد من تشغيل المذر بورد باور وداتا. تمام، نبتدي نشغل الجهاز بتاعنا ونراقب الشاشه او الداتا اللي موجوده معايا على البيانات. وزي ما احنا سامعين كده تيستر اليو اس بي قال ان المذر بورد اشتغلت معايا بيانات، ومع ذلك مفيش اي اضاءه موجوده معايا على الشاشه. تمام، فهنبتدي ان احنا نفك الجهاز عشان نعمل عملية دياجنوستيك للعطل بتاعنا ونشوف سبب المشكلة ونحاول ان احنا نحل المشكلة اللي موجودة معانا النهاردة. تمام، طيب ده الجهاز بتاعنا بعد ما فكناه. طبعا فكينا فلتة الداتا الخاصة بالبطارية عشان نفصل المذر بورد عن البطارية. خلونا كده نشوف الموديل الخاص بالبوردة بتاعتنا. والموديل بتاعنا واضح ان هو 820-018-27-A، وتحديدا الموديل ده ملوش سكيماتيك او بورد فيو، ولكن هنشتغل بالموديل الاقرب ليه اللي هو 820-010-41. طبعا هو في بعض الاختلافات ولكن هي اختلافات بسيطه جدا، فهيمشي معانا الشغل اللي احنا محتاجينه. تمام، هنبتدي دلوقتي نروح للسكيماتيك بتاعنا عشان ندرس دايره الاضاءه ونشوف ايه هي اهم الاشارات اللي احنا هنشتغل عليها عشان نكتشف العطل بتاعنا. تمام، طيب ده ملف البورد فيو بتاعنا. خلينا نروح لسوكت الشاشه او كونكتور الشاشه. هو طبعا موجود في المنطقه دي اللي هو اسمه J8500. تمام، انا هاخد السوكت كوبي كده، ندخل على السكيماتيك او المخطط بتاعنا ونعمل عمليه بحث على السوكت بتاعنا. وفي الوقت الحالي احنا مهتمين بالفولتيه الخاصه بالاضاءه. ده كونكتور الشاشه زي ما احنا شايفين كده في اشارات كتير جدا طبعا بتيجي للكونكتور ده، ولكن احنا في الوقت الحالي مهتمين بالاضاءه اللي هي البن رقم 43 اللي متسميه معايا البي بي في اوت اس 0 ال سي دي باك لايت. تمام، هنروح كده ناخد الاسم ده كوبي ونتتبع الاشاره بتاعتنا ونشوف الدايره الخاصه بانتاج الفولتيه دي. والدايره بتاعتنا زي ما احنا شايفين هي قدامنا دي. وطبعا اجهزه الماكات كلها دايره الاضاءه بتكون على البورده نفسها، غير الاجهزه العاديه ان دايره الاضاءه او دايره البوست كونفرتر بتكون موجوده على الشاشه نفسها. وطبعا احنا اكيد قلنا الكلام ده قبل كده. عندي ده الاي سي اللي بتحكم لي فيه الدايره دي. تمام، داخل الدايره بيكون معايا من فولتيه المين بتاعتي اللي هي البي بي باس جي 3 هود، بعد كده بتمر معايا على فيوز، بعد كده بتمر معايا على الشنت ريزيستور دي او الكرنت سنس ريزيستور دي عشان اللاب بتاعي يحسب لي قيمه الكرنت اللي بيمر هنا، بعد كده بتمر معايا على موسفيت بي شانل اللي هو كيو 48 او كيو 8400. المفروض ان الموسفيت ده اللي بيتحكم لي فيه عمليه الاون والاوف بتاعته زي ما احنا شايفين كده عن طريق فولتج ديفايدر، واللي بيتحكم لي فيه في النهايه الاي سي اللي هو اليو 8400. بعد كده بتمر معايا على العناصر الخاصه بالبوست كونفرتر اللي هي الكويل عندي والدايد والموسفيت ترانزستور. وطبعا شرحنا الكلام ده قبل كده بالتفصيل، دايره بوست كونفرتر عاديه خالص ما فيهاش اي مشاكل. تمام، بالنسبه للاي سي اللي بيتحكمني فيه الموسفيت ده، لو جينا شفنا الاشارات بتاعته او اهم الاشارات اللي احنا هنبتدي بيها، طبعا اطراف التغذيه بتاعته اللي هي البن رقم 5 والبن رقم 18. كمان مهم جدا عندي نشوف اشاره الانيبل اللي هي البن رقم 17. مبدئيا كده هنبتدي ان احنا ناخد قياس الاشارات دي، ولو احتاجنا ان احنا نتعمق في قياس الاشارات او ناخد اشارات اكتر من كده اكيد اكيد هنعمل الكلام ده ونشرح الكلام ده كله بالتفصيل. تمام، ننتقل دلوقتي لشاشه الميكروسكوب عشان ناخد القياسات بتاعتنا تحت الميكروسكوب. تمام، اول فولتيه طبعا هنبتدي ان احنا ناخد قياسها اللي هي فولتيه البي بي في اوت اس 0 باك لايت. نقدر ناخدها على مجموعه المكثفات اللي موجوده قدامنا دي. انا دلوقتي مشغل الجهاز وقدامنا دلوقتي شاشه الافوميتر
خلونا كده ناخد قيمة الفولتية دي، وزي ما احنا شايفين كده قيمة الفولتية 0 فولت. تمام. طيب اول حاجة انا هبتدي ان انا اعملها دلوقتي ان انا هفصل الجهاز بتاعي باور، وهفصل كمان كابل الداتا الخاص بالبطارية، انا كنت وصلته تاني عشان ابتدي اشغل الجهاز باور، ومحتاجين نتأكد ان مفيش عندي شورت على الخط ده. خلونا كده ناخد ممانعة الخط ده، حولنا الافوميتر دلوقتي على وضع ريزيستنس مود، ونبتدي ناخد ممانعة الخط ده. حاول بس ان انا اثبت قرب الافوميتر كويس جدا. ممانعة الخط ده 25 اوم، وطبعا 25 اوم دي قيمة بالنسبة لنا قليلة جدا جدا جدا. القيمة دي مش قيمة طبيعية خالص. تمام. هنبتدي دلوقتي نفك المذر بورد عشان نعرف قيمة الممانعة القليلة دي جاية منين، او ايه مشكلتها، او ايه السبب، او العنصر الالكتروني اللي فيه مشكلة عشان كده مسبب لي قيمة الممانعة المنخفضة دي. تمام. طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا فكينا المذر بورد من اللابتوب بشكل كامل، وخلونا كده ناخد القياس بتاعنا مرة تانية. طبعا دايرة الإضاءة موجود عندي في المنطقة دي، مجموعة المكثفات اللي احنا خدنا القياس من عليها هي مجموعة المكثفات دي. عايزين دلوقتي مع بعض كده ناخد القياس بتاعنا مرة تانية. طبعا هناخد طبعا النقطة دي من المكثف هي نقطة الجراوند. خليني بس أظهر لك شاشة الأفوميتر. النقطة دي من المكثف هي نقطة الجراوند. الأفوميتر مش شغال معايا، خليني برضو أظهره مرة تانية. كده الأفوميتر اشتغل معايا. النقطة دي هي نقطة الجراوند، والنقطة دي هي نقطة ال LCD باك لايت. وزي ما احنا شايفين برضو الممانعة بتاعتنا 27 اوم، ودي ممانعة منخفضة. تمام. طيب عشان نشرح الخطوة اللي احنا هنشتغل عليها بعد كده، خلينا دلوقتي ننتقل للسكيماتيك بتاعنا عشان نشرح بعض النقاط المهمة. طيب ده السكيماتيك بتاعنا، ودي الدايرة بتاعتنا. تمام. طبعا نقطة الممانعة المنخفضة هي نقطة البي بي في اوت اس زيرو باك لايت، وتحديدا على البنات البوزيتيف من مجموعة المكثفات دي. دي مجموعة المكثفات اللي احنا كنا بناخد القياس عليها. تمام. طيب بالنسبة للشورت عندي، في حد ممكن يجي يقول دلوقتي ممكن نرفع الدايود، نقسم الدايرة لجزئين، يعني بدون رفع الدايود وبدون التعب في رفع الدايود او الكويل عشان اقسم الدايرة لجزئين. هو الدايود كده كده طالما مش شغال هو يعتبر عنصر بيقسم للدايرة لجزئين. تمام. الجزء اللي هو بعد الكاسود هي الجزئية الخاصة بمجموعة المكثفات اللي موجودة قدامنا دي. تمام. والانود هو كل ما قبل الدايود نقدر ناخد القياس عليه. فاللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هناخد القياس بتاعنا مرة تانية، مرة من على الكاسود ومرة من على الانود، عشان نشوف النتائج بتاعتنا ونشوف قيمة الممانعة المنخفضة دي من الكاسود ولا من الدايود. لو الدايود نفسه فيه مشكلة في الحالة دي الوحيدة لازم نرفع الدايود، لكن لو الدايود بتاعي سليم، الدايود بنفسه عبارة عن عنصر هي طالما مش شغال معايا، او طالما في وضع الانحياز الامامي او الدايود نفسه اون، لا هو بالوضع الطبيعي بتاعه هيقسم لي الدايره لجزئين. فخلونا كده ناخد القياس بتاعنا مره تانيه. هناخد طبعا من على الكاسود، طبعا من بعد الكاسود او من بنه الكاسود نفسها او طرف الكاسود، هو كده كده لازم يدينا الممانعه المنخفضه بتاعتنا اللي هي كانت حوالي 27 اوم. هنشوف بنه الانود في الوقت الحالي ونشوف قيمه الممانعه عليها. تمام. طيب ده الدايود بتاعنا، طبعا هناخد القياس بتاعنا مرة كمان. دي بنة الكاسود اللي هي مرتبطة بالبوزيتيف للمكثفات. طبعا القياس بتاعها المفروض ان هو يديني 27 اوم، المفروض يديني الممانعة المنخفضة اللي احنا كنا شايفينها. تمام. وفعلا هو اديني 27 اوم. طيب من قبل الدايود او بنة بقى الانود بتاعة الدايود، خلينا كده نشوف القياس بتاعها.
وزي ما احنا شايفين مديني 27.7 ولكن كيلو اوم. تمام، الكلام ده معناه بشكل كبير او بنسبه كبيره ان انا من طرف الدايود اللي هي مجموعه المكثفات البارل اللي احنا شايفينها دي، غالبا غالبا بنسبه كبيره جدا في مكثف فيها ممكن يكون في مشكله. تمام، هنلحم جامبر في طرف من اطراف المكثفات بتاعتنا اللي موجوده عندي هنا. ممكن نلحم في اي مكان، على سبيل المثال هناخد المكثف ده او المكثفين دول مع بعض عشان بس نحن فولت ونشوف لو في عنصر بيسخن عندي او مجموعه او واحد من المكثفات دي او اكتر هو اللي مسبب لي الممانعه المنخفضه دي، وبالتالي هيظهر معايا بسهوله جدا على الكاميرا الحرارية. انا لحمت جامبر دلوقتي في المكثف ده، ونبتدي نحقن فولت ونشوف النتيجة مع بعض على الكاميرا الحرارية. طيب احنا لحمنا جامبر زي ما احنا شايفين كده على الخارج الخاص بدائرة الاضاءة بتاعتي على المكثفات، وهنوصل الباور سبلاي بتاعنا. كده احنا وصلنا اطراف الباور سبلاي بتاعنا، وهنبتدي طبعا انا هبدأ الحقن بتاعي على 1 فولت، والطريقة قليلة نوعا ما. خلينا نشوف السحب على الباور سبلاي. السحب على الباور سبلاي 83 ملي امبير. تمام، وفعليا على الكاميرا الحرارية يعني اقصى درجة حرارة احنا وصلنا لها 32، يعني تقريبا هتكون معايا في المنطقة دي، وهي فعلا منطقة المكثفات. تمام، طيب المكثفات دي في برضو مجموعة من المكثفات زيها، ولكن الطرف الثاني من البوردة اللي هي مجموعة المكثفات اللي موجودة عندي هنا دي. تمام، خلونا كده نشوف أي حاجة بتسخن على الطرف ده من البوردة أو على مجموعة المكثفات دي. نوصل برضو أطراف الباور سبلاي بتاعنا، وبرضو السحب بتاعنا 81 ملي أمبير، ولكن الطرف ده برضو يعني مفيش اي حاجه بتسخن عليه. تمام، طيب خلونا كده نزود الفولت شويه، على سبيل المثال نخليها مثلا 2 فولت. السحب بتاعنا دلوقتي زاد تقريبا حوالي 400 ملي امبير. لو شفنا الطرف ده هنلاقي فيه حراره هنا عندي. ارفع لك بس الكاميرا شويه عشان تبقى الصوره واضحه بالنسبه لك. هنلاقي فيه حراره عندي، ولكن درجه الحراره يعني 35 36. واضح ان الطرف الثاني هو اللي عندي فيه مشكله، والناحيه الثانيه من البورده هي اللي فيها المشكله. خلونا نحقن نفس الفولتيه دي ونشوف بالكاميرا الحراريه. هنا على الكاميرا الحراريه يعني درجه الحراره 43، وتقريبا المكثف اللي تحت ده هو اللي فيه مشكله. هو عندي طبعا اكتر من درجه حراره، ولكن المكثف ده فيه مشكلة، فبنسبة كبيرة جدا المكثف ممكن يكون فيه مشكلة. تمام، ولكن انا عندي برضو الدايود والموسفت اللي فوق انا ملاحظ برضو عليهم في درجات حرارة. لو رفعنا الفولتية ل 3 فولت سحب معايا الباور سبلاي 3 امبير، ودرجة الحرارة تجاوزت 120 درجة، واللي بيسخن معايا دلوقتي الدايود والموسفت وكمان المكثف. تمام، طيب خلينا نوقف الباور سبلاي ونشوف الكلام ده اكتر تحت الميكروسكوب عن طريق الكحول عندنا او التنر. تمام، دلوقتي تحت الميكروسكوب خلينا بس نقلل الفولت شويه، نرجع تاني ل 2 فولت، ودلوقتي ساحب نص امبير. تمام، دي المنطقه اللي فيها مشكله عندي. خلونا كده نحط تنر على المنطقه دي، يعني واضح جدا ان انا الموسفت والدايود وكمان المكثف اللي موجود عندي هنا. الموسفت ده بيسخن معايا والدايود، طبعا الموسفت ده بيتشانل، والدايود والمكثف اللي موجود عندي هنا. نزود بس نص فولت كده، ساحب 1.2 او 1.3 امبير. ونفس برضو الثلاث عناصر، المسفت والدايود والمكثف ده. طيب خلونا دلوقتي نرفع
الدايود عشان نقسم الدايرة بتاعتي ونشوف الممانعة، لأن برضو الموضوع مش واضح معايا، فهنرفع الدايود عشان نقسم الدايرة بتاعتي لجزئين، لأن الدايود كده ممكن يكون فيه شورت ونشوف إيه هي النتيجة. تمام. القياس بتاعنا بعد رفع الدايود عندي من طرف الكاسود اللي هو طرف الاوتبوت بتاعي 18.3 اوم، الشورت لسه موجود، وعندي هنا الممانعة بتاعتي بالكيلو اوم. تمام. فكده هنحتاج كمان ان احنا نرفع بقى المكثف اللي كان بيسخن عندي في المنطقة دي، اللي هو المكثف اللي موجود عندي هنا. هنرفعه دلوقتي ونشوف ايه هي النتيجة، وهل الممانعة بتاعتي رجعت للقيم الطبيعية بتاعتها والشورت في المكثف، ولا هنبتدي ان احنا نكمل شورت. تمام. ناخد القياس بتاعنا مرة تانية بعد ما رفعنا المكثف، وواضح جدا جدا ان القيمة رجعت للكيلو اوم وكمان الميجا اوم اللي هي القيمة الطبيعية بتاعتنا، ومعناها ان المكثف هو اللي كان فيه مشكلة. تمام. طيب خلونا نجيب المكثف كده دلوقتي ونقيسه لوحده خارج الدايرة. ده المكثف بتاعي، وفعلا فعلا المكثف هو اللي فيه مشكلة ومديني 20 اوم، معنى كده ان المكثف ده تالف. ودلوقتي هنبتدي ان احنا نستبدله بالبديل المناسب ونرجع الطايت بتاعنا تاني مكانه، ونجرب بعد كده المذر بورد ونشوف هل الاضاءة بتاعتنا اشتغلت ولا لا. تمام. بعد ما ركبنا الدايت بتاعنا واستبدلنا المكثف اللي كان عندي فيه مشكلة، خلونا كده ناخد الممانعة بتاعتنا مرة تانية. والممانعة بتاعتنا بالكيلو اوم والميجا اوم، وده معناه ان الممانعة بتاعتنا رجعت للايام الطبيعية اللي المفروض تكون عليها. هنبتدي دلوقتي نقفل البوردة بتاعتنا في الشاسيه ونجرب ونشوف هل الاضاءة اشتغلت معايا ولا لا. تمام. طيب ده الجهاز بتاعنا بعد ما قفلنا المذر بورد بتاعتنا في الشاسيه. خلونا كده نبتدي نشغل الجهاز باور، وزي ما احنا شايفين ادي الابل لوجو والاضاءه والبيانات كمان ظهرت معايا من غير اي مشاكل. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، وكالعاده كل اللي محتاجينه منكم دعوه من القلب.